مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي مجموعه قنوات اون تايم سبورتس، حلقه جديده من برنامجكم هاند بول نيوز. مساء كله افراح وانتصارات وحاله معنويه كبيره جدا بعد الفوز المهم للفراعنه امس على منتخب روسيا، الفوز اللي جه لمنتخبنا الوطني بنتيجه مهمه، نتيجه 28-23. لو عايزين نتكلم عن الفوز ده وما نعديهوش مرور الكرام كده، تعالوا مع حضراتكم نتكلم ان هو كان فوز مهم جدا قدر بيه منتخبنا ان هو يعد عدد كبير جدا من المكاسب. أول حاجة لازم حضراتكم تاخدوا بالكم منها معايا إن ده تحقيق الفوز في أول مباراة في الدور الرئيسي. تاني حاجة إن منتخبنا الوطني المصري قدر إن هو يفوز على متصدر المجموعة الثامنة وهو المنتخب الروسي. أيضاً من الأشياء الإيجابية جداً ولو هنقول إن دي تالت حاجة معانا إن مصر استطاعت كده إنها تضيف نقطتين في رصيدها في المجموعة الرابعة. ورابع حاجة إنك استعدت بشكل كبير جداً المعنويات والثقة بعد الخسارة من منتخب قوي وهو المنتخب السويدي، وده كان في ختام الدور التمهيدي. أيضا من الأشياء الإيجابية هو أحمد الأحمر وهو ميسي كرة اليد المصرية والإفريقية، دائما بيظهر في الأوقات الصعبة. أحمد دايما معودنا إن هو يقول أنا موجود، يمكن ما ظهرتش في الدور الأول ولكن حضراتكم عارفين إن أحمد في أول مباراة كان عنده إصابة، ولكن هو بيدلنا رسالة إن هو دايما موجود في المواعيد الصعبة، وقت ما بنحتاجه نلاقي دايما أحمد الأحمر موجود عشان يساند منتخبنا، وهو بالفعل قائد كبير جدا لمنتخبنا. فوز مهم جدا زي ما قلت لحضراتكم، فوز معنوي، فوز مهم لمنتخبنا على منتخب كبير وقوي، بيدي رسالة لكل المنافسين في هذه المجموعة إن مصر موجودة، مصر عندها رجال ولاعبين أقوياء ما بيهزروش. لو حصل إن في خسارة كان فيها بعض الأخطاء، ولكن لاعبتنا أظهروا المعدن الحقيقي للاعب المصري. الحقيقة مصر واللاعبين مركزين جدا عشان يحققوا إنجاز كبير في هذا المونديال. عايز أتكلم مع حضراتكم شوية فنيا. كان طبعا حضراتكم شفتوا مباراة السويد وخبرائنا ومحللينا طلعوا قالوا إن الإسباني روبرتو جارسيا المدير الفني كان عنده بعض الأخطاء، ولكن في هذه المباراة أظهر قدراته وإمكانياته كمدير فني كبير، قدر إن هو يبين إمكانيات لاعبته وبيقول إن هو موجود، واللي حصل في مباراة السويد مش هيتكرر تاني، كان في بعض الأخطاء الفنية، ولكن مش عايزين نبص لأي سلبيات، عايزين نقول إن إحنا كلنا فرحانين ومبسوطين، ومصر كلها أمس كانت ليلة سعيدة عليها والكل نام مبسوط، بمعنى أصح مفيش حد كان زعلان على منتخبنا، لأن الخسارة كانت هتخلينا كلنا خلاص الحلم بيضيع أو بيتسرسب من إيدينا كده واحدة واحدة، لأن إحنا بالفعل عشمانين إن إحنا عندنا منتخب قوي. منتخب مصر بالفعل خلى الجميع سعيد بفوزه على منتخب روسيا في مباراة أمس، عشان إن شاء الله تكون دي بداية الانتصارات نحو هذا اللقب اللي إحنا كلنا أكيد بنتمناه. عندنا أكيد إنجازات كبيرة جدا وكتير خلال الفترة الماضية وقبل الاستعداد ل مونديال اليد، كنا دايما بنقول ان الانتصارات شيء ايجابي، الانتصارات شيء مهم، خصوصا ان الجماهير عشمانه بشكل كبير جدا في هذا الجيل من المنتخب، لان الفتره اللي فاتت كان عندنا انجازات كثيره جدا. نتكلم على انجاز منتخب الناشئين وحصوله على برونزيه كاس العالم، منتخب الشباب ايضا اللي قدر ان هو يحقق الذهبيه، عندنا انجازات كبيره جدا في المنتخب الاول ايضا اللي قدر ان هو يحصد بطولة إفريقيا من تونس في تونس، العودة مرة تانية للمنصات، اتأهلنا للأولمبياد، فحقيقة عندنا إنجازات كتيرة، عندنا لاعبين محترفين. كل اللي أنا بقوله لحضراتكم ده يخلينا في الآخر عندنا عشم كبير جدا في هذا المنتخب وفي هذا الجيل اللي عندنا من أول أحمد الأحمر لحد حسن القداح، عندنا كل الأعمار خبرات، هتلاقي لاعبين صغيرين، هتلاقي في حراسة المرمى كاتونجا موجود، الطيار موجود، حميد أيضا موجود، عندنا في كل المراكز ما شاء الله لاعبين، بكار وسند ومحمد ممدوح هاشم وعلي زين ويحيى الدرع وسيف الدرع، عندنا ما شاء الله محترفين زي يحيى خالد، مش عايز انسى اي حد لان فعلا لاعبتنا كلهم لعيبه من معدن قوي، والحقيقه عندنا فعلا خامات طيبه تخلينا عشمانين، لان احنا حتى لما شفنا الهزيمه امام السويد لقينا ان منتخبنا كان ند بالند، عندنا بالفعل منتخب قوي وان شاء الله رجالتنا قدها وقدود ويقدروا يفرحونا، لكن المباراة خلصت ومن النهاردة لازم شوية تركيز في مباراة تانية، عندنا مباراة صعبة. ليه بقول إن المباراة اللي جاية صعبة؟ لأن خلاص شفنا المستوى بتاع لعيبة منتخبنا، فالمنتخبات هتبدأ تعمل حساب لمصر، بخلاف إن منتخب بيلاروسيا منتخب قوي جدا، وشفنا أيضا تعادله مع السويد 26-26 إن فعلا هذا المنتخب أيضا عنده إمكانيات جيدة، فعشان كده بقول إن المباراة صعبة، لازم ننسى شوية خلاص الأفراح، دلوقتي التركيز لازم ينصب على المنتخب البيلاروسي. يمكن البعض يقول إن التعادل شوية في مصلحة منتخبنا الوطني المصري، لكن هو على اللاعبين بيحط ضغط عليهم، لأن كده السويد واقعيا فقدت نقطة وبيلاروسيا
كسبت نقطة وفقدت نقطة، ولكن في النهاية هي مباراة مهمة، فعشان كده مباراة الجمعة بإذن الله هتكون مباراة بنتمنى فيها التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري، ولكن هي مباراة صعبة بكل المقاييس، ممكن كمان تبقى أصعب من مباراة روسيا اللي كانت بالمناسبة متصدرة هذه المجموعة، ولكن عايزين نحط عنوان كده للاعبتنا ولازم يشوفوه إن هي مباراة بالعودة، خلاص مباراة كوس لازم يلعبوها، إن ده النهائي عشان إن شاء الله الفوز في هذه المباراة خلاص يخلينا ضمن الثمانية الكبار ويدينا فرصة إن شاء الله إن احنا نركز في اللي جاي ونبدأ نتابع بقية المنتخبات القوية اللي في المجموعات الأخرى. عندنا منتخبات قوية زي الدنمارك، فرنسا بتأدي أيضا بشكل جيد، البرتغال، قلت فرنسا أكيد، أسبانيا أيضا من المنتخبات الجيدة، النرويج عندهم منتخب بيعدوه بشكل كبير جدا، فعايزين منتخب بيلاروسيا لما نكسبه بإذن الله يكون دي الخطوة إن احنا نبدأ نفكر طريقنا للقب هيكون عامل إزاي. منتخبنا كبير، نتيجة مباراة روسيا هتخلي المنتخب البيلاروسي خايف شوية وحذر أكتر، ولكن لازم نقول للاعبتنا من هنا من هاندبول نيوز بالتوفيق ليكم إن شاء الله، وإن شاء الله تكملوا الانتصارات وتواصلوا المشوار الناجح سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى النتائج. هم جميل بطار يا يا كوره رفايه يا وليد يا وليد ايدك من حنين الكوره الاسيست حلوه قوي يا جول يا جول للدرع الخالد الواعد والطيار الذهبي احمر احمر حلوه قوي زين يا خالد يلعب الكوره يا سلام على الاسيست الرائع والهدف يا سلام يا هند الطاهر سنة يلا نروح يلا نزود يلا نشوف حلوة قوي كرة حلوة قوي على الزين يلا بقى ايوه كده يا نور شوف من فوق الكرة محمد ممدوح حسن عادي هايل الواحد قول عليك محمود بحبك يحضر على طول وعجبني جدا لمه اللعيبه بعد كل مباراه شفنا في مباراه السويد لما خسروا كريم هنداوي لم اللاعبين وكان يعني في كلام ما بينهم ان احنا لازم ننسى النتيجه السلبيه ايضا امبارح لما شفنا احمد الاحمر لم اللعيبه قال لهم ننسى الماتش ده تماما والمهم ان هم دايما بيختموا كل اجتماع كده صغير ما بينهم كلاعبين بتحيا مصر فتحيا مصر وان شاء الله برجالها نقدر ان احنا نشوف اللقب موجود في مصر باذن الله. نتكلم عن مباريات امس، كان الحقيقه في مجموعه مباريات قويه، تعالوا افكر حضراتكم سريعا بنتائج مباريات امس. شفنا منتخب سويسرا اللي فاز على منتخب ايسلندا بنتيجه 20-18، اما المنتخب السلوفيني اللي بقول لحضراتكم واحد من المنتخبات القويه فاز على منتخب مقدونيا بنتيجه 31-21، والمنتخب الفرنسي اللي كان في التصنيف الثالث تخيلوا حضراتكم بيأدي بشكل جيد جدا وقدر ان هو يفوز على منتخب الجزائر بنتيجه 29-26، والحقيقه فرنسا عندها اثنين حراس مميزين جدا ومن المنتخبات القويه اللي مرشحه بشكل كبير جدا للتواجد في المربع الذهبي. اما منتخبنا الوطني المصري فاز على منتخب روسيا بنتيجه 28-23، ومنتخب النرويج اللي عنده جيل قوي، منتخب النرويج كان متواجد في المباراه النهائيه في النسخه الماضيه 2019 ولكنه خسر امام المنظم الدنمارك. امبارح قدر يفوز على منتخب البرتغال بنتيجه 29-28. منتخب السويد واحد من المنتخبات الاوروبيه القويه وهو بالمناسبه من اكثر المنتخبات الاوروبيه تتويجا ببطوله امم اوروبا طبعا المنتخبات اللي بتنشط في القاره الاوروبيه وبالمناسبه كل بطولات العالم كل 26 نسخه اللي اتلعبوا قبل كده كلهم منتخبات اوروبيه يعني اللقب ما خرجش بره اوروبا فعشان كده دايما المنتخبات الاوروبيه هي من المنتخبات القويه فتعادلوا امبارح مع بيلاروسيا كان مفاجاه ان المنتخب البيلاروسي زي ما قلت لحضراتكم في المقدمه هو من المنتخبات القويه والتعادل ما بينهم كان 26-26. دي كانت مباريات الدور الرئيسي مجموعه مصر شفت حضراتكم كده ترتيبها سريعا هقولوا ان كده المنتخب السويدي بقى 5 نقاط طبعا حضراتكم عارفين ان هو كان صاعد ب4 نقاط خد نقطتين من فوزه على مصر ونقطتين من فوزه على المنتخب المقدوني فبالتعادل امبارح بقى عنده 5 نقاط. منتخبنا الوطني المصري اللي كان صعد للدور الرئيسي بنقطتين بعد فوزه على روسيا بقى أصبح رصيده 4 نقاط وده نفس رصيد سلوفينيا ومنتخب روسيا اللي عندهم دلوقتي 3 نقاط فمنتخب بيلاروسيا دلوقتي بقى المنتخب الأخير ورصيده نقطتين فعشان كده أكيد عنده طموح أنه يفضل في المنافسة بشكل كبير جدا
خصوصا ان بعد منتخب مصر هيبقى عنده مواجهه سهله نسبيا لو هنقارن ما بين طبعا مواجهه منتخب مصر ومقدونيا، فهو عارف انه هياخد نقطتين من مقدونيا، فعارف ان الفوز قدام مصر بشكل كبير جدا هو اللي هيحسم وجوده ويفضل في الحسبه كده لحد الرمق الاخير زي ما بيقولوا. فعشان كده بنطالب لاعبتنا ان شاء الله ان هم يركزوا في المباراه القادمه امام بيلاروسيا ويشيلوا اي امال كده من دماغهم، ويعرفوا ان مصر املها كبيره جدا ورايحه للمربع الذهبي باذن الله، وعلى الاقل نبقى متواجدين ان شاء الله ضمن الثمانيه الكبار مبدئيا، ونبدا نفكر بعد كده في المربع الذهبي. عارفين حضراتكم ان المنتخبات اللي خرجت من المنتخب ال 25 لحد المركز ال 32 لو هنشيل كاب فيردي، لان حضراتكم عارفين ان هي قدمت اعتذارها للاتحاد الدولي والاتحاد الدولي قبل اعتذارها، فاصبح عندنا منتخبات بتنافس على المراكز من ال 25 لحد المركز 31، ودي كلها بتنشط في حاجه كده بنحاول بيها ان احنا طبعا ننشط كره اليد، والمنتخبات دي تطلع بمعنى اصح مرضيه وعندها تصنيف من بطوله كاس العالم، وكل ده تحت مباريات كاس الرئيس اللي بتعتبر مباريات طرديه للمنتخبات اللي ودعت البطوله من الدور الاول. اتلعب لحد دلوقتي لقاءين في كاس الرئيس، شفنا منتخب تشيلي اللي فاز على منتخب كوريا الجنوبيه بنتيجه 44-33، اما منتخب النمسا ففاز على منتخب المغرب بنتيجه 36-22. النهارده باذن الله عندنا مجموعه مباريات قويه، لازم حضراتكم كده تقعدوا قدام مجموعه قناه اون تايم سبورتس تبداوا تركزوا عشان تشوفوا كل المنتخبات. واول المباريات هتبدا معانا في تمام الساعه 4:30، هنشوف مواجهه ما بين منتخب اوروجواي مع منتخب بولندا في الدور الرئيسي، واللقاء ده باذن الله مقام على صاله العاصمه الاداريه الجديده. في نفس التوقيت باذن الله طبعا اللقاء الاولاني هيبقى مذاع على اون تايم سبورتس 2. في نفس التوقيت 4:30 في مباراه مهمه ما بين المنتخب الياباني والمنتخب الارجنتيني، المباراه على صاله استاد القاهره ومذاعه باذن الله على اون تايم سبورتس 3. المنتخب الياباني مركز بشكل كبير جدا، عنده امال في الاولمبيكس ان منتخب اليابان يظهر بشكل كويس، فعشان كده لازم تشوفوا شويه عندهم اسلوب مختلف، عندهم سيستم ما بيحاولوش ان هم يخرجوا عنه، وشفنا في المباراه الاخيره بتنوع في الاداء، شويه يلعبوا 5-1 شويه يلعبوا 6-0، فهو واحد من المنتخبات القويه. في تمام الساعه 7 في لقاءين، لقاء المجر والبرازيل. البرازيل حضراتكم اكيد تابعتوها، واحده من يعني المنتخبات اللي ظهرت بشكل قوي جدا، ويمكن ده اللي قلناه ايضا قبل انطلاق البطوله، تعادلت مع اسبانيا، قدرت انها تقصي تونس بتعادلها معاها، وفي الاخر صعدت على حساب منتخب تونس في مجموعه قويه جدا. لقاء باذن الله على صاله العاصمه الاداريه، وايضا يمكنكم متابعه هذه المباراه على اون تايم سبورتس 2. في نفس التوقيت كرواتيا والبحرين على صاله استاد القاهره، مباراه مذاعه على اون تايم سبورتس 3. ولقاءين المساء في تمام الساعه 9:30 هتشوفوا اسبانيا والمانيا، ولقاء مهم جدا على صاله العاصمه الاداريه الجديده، لقاء مذاعه على اون تايم سبورتس 3. والدنمارك حامل اللقب في نسخته الماضيه مع قطر، ايضا واحد من المنتخبات اللي يعني وصل قبل كده للمباراه النهائيه، مباراه ايضا جيده في تمام الساعه 9:30 على صاله استاد القاهره، والمباراه مذاعه ايضا على اون تايم سبورتس 2. كان في مباراه ثالثه ما بين تونس وكاب فيردي او الراس الاخضر في كاس الرئيس، لكن تم الغائها زي ما قلت لحضراتكم بعد انسحاب منتخب الراس الاخضر، وتم احتساب النتيجه فوز المنتخب التونسي. بالتاكيد مباراه قويه، ويعني حاله مهمه جدا بنعيشها كلنا مع كره اليد في مونديال العالم في مصر 2021، وايضا في كاس الرئيس في مباراه انجولا مع الكونغو الديمقراطيه، لقاء افريقي كده ولكن لقاء مهم. انجولا عندها افضل حارس في افريقيا في النسخه الماضيه، والمباراه على صاله الدكتور حسن مصطفى في تمام الساعه 7 مساء. زي ما قلت لحضراتكم عندنا اخبار كتيره، هنخلي حضراتكم عايشين معانا حاله الهاندبول، لازم نكون متواجدين معاكم ومتابعين كل ما يخص مونديال العالم لكره اليد، مش عايزين حضراتكم ابدا تفوتوا اي فرصه او اي خبر، سواء اخبار المنتخبات من داخل البطوله او متابعه الصفحات العالميه بتقول ايه على كل المنتخبات او على التنظيم طبعا لمصر الاكثر من رائع. وهنبدا جولتنا الاخباريه من منتخبنا الوطني المصري من داخل معسكره. منتخبنا الحقيقه مركز بشكل كبير جدا، والنهارده ان شاء الله هيتدرب بدون راحه، مستعدين بشكل كبير عشان يواجهوا بيلاروسيا ويواصلوا الانتصارات المهمه في الدور الرئيسي. التدريبات هتبدا في تمام الساعه 4 عصرا بتدريبات الجيم، بعدها المنتخب هيقود ميرانو الفني الساعه 7 مساء. الاسباني روبرتو جارسيا او بروندو، خلاص حضراتكم عارفين اسمه دلوقتي كويس جدا، مهتم جدا بتدريبات الجيم للاعبين، والحقيقه هو عنده ايمان
كبير جدا بقصة الجيم، وشايف ان هي لازم تقام بشكل يومي حتى لو تمرينات بسيطة جدا للاعبين يفكوا العضلات او يحصل بعض التقويات، لان يوم المباراة بيكون فيه تدريبات صباحية في الجيم فقط عشان يحافظ على القوة البدنية للاعبين. اما اللعيبة فمهتمين جدا بكل ما يدور في المعسكر، مركزين بشكل كبير جدا وخضعوا لجلسات استشفاء بعد مباراة روسيا عشان يطمنوا على حالة اللاعبين وطبعا احتياجاتهم سواء البدنية او الفنية، والجميع يبقى مطمن، كل حد عارف كده مستواه البدني ايه والفني ايه. زميلنا ايمن مصطفى واحد من النجوم في هذه البطولة، الحقيقة ايمن متابع منتخبنا ولاعبيه بشكل كبير جدا ودايما بيحاول يمدنا باي انفرادات. الحقيقة كان ليه لقاء مهم جدا مع الدكتور محمد شوقي طبيب المنتخب الاول لكرة اليد عشان يطمننا على اخبار اللاعبين وحالتهم الصحية، ويطمننا على واحد من نجوم منتخبنا الوطني المصري هو احمد الاحمر نجم منتخبنا وقائده اللي شعر ببعض الاجهاد شوية بعد مباراة امس. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل اخبار حلقتنا مع حضراتكم. اهلا بيك الزميل العزيز محمد غانم، واهلا بكل مشاهدي قناه اون تايم سبورت في كل مكان. بعد الاربع لقاءات القويه جدا لمنتخبنا الوطني، طبعا وجود عدد من الاصابات يمكن اهمهم نجم الفريق كابتن احمد الاحمر، كان مهم جدا ان نلتقي بطبيب المنتخب الوطني دكتور محمد شوقي. اهلا بيك يا فندم، نورنا على اون تايم سبورت. طبعا مجهود كبير جدا بيبذله الجميع، طمنا على حاله كل اللعيبه وبعد كده طمنا طبعا على النجم اللي الكل قلقان عليه احمد الاحمر. لا الحمد لله، يعني اللعيبة الحمد لله على أتم استعداد إن شاء الله للماتشات اللي جاية. حالتهم الحمد لله في أوج حالتهم البدنية، والحمد لله عاملين ريكفري بتاعهم كويس. طبعا هو يعني احنا بنبذل مجهود جامد جدا معاهم من ان هم يرجعوا لحالتهم لما قبل المباراه، لان زي ما انت بتشوف الماتش كره اليد بيكون ماتش عنيف جدا، في جهد بدني عالي جدا، في سرعه، في كدمات عنيفه، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبتدي الريكفري بتاعهم من 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 اوضه اللبس، يعني من قبل ما نطلع من غرفه اللبس بعد الماتش ده الريكفري بتاعنا بيبتدي. بس ونبدا بقى على طول في خليه عمل هايله جدا معايا، اثنين ريكفري سبيشالست على اعلى مستوى، محمد شهير ودكتور يوسف. بنفضل شغالين طول اليوم، اللي هو احنا عندنا يوم راحه ويوم ماتش، بنفضل شغالين يوم ونص لغايه ما نبدا نعدهم للماتش اللي بعديه. طمنا بقى على حاله احمد الاحمر، كان في اعتقد كدمه بعد لقاء المنتخب الروسي، هل في امكانيه ان هو يلحق المباراه القادمه امام المنتخب البيلاروسي غدا ان شاء الله؟ واحمد احمر امبارح في الماتش، لان هو لعبه ستايله على طول واحد على واحد وبيعمل فنت او كده، فعلى طول بيتضرب يعني، فاحمد الاحمر متعود عليه على طول جدا ان هو على طول بياخد كدمات قويه، فهو امبارح خد كدمه قويه جدا في الاماميه، كدمه من الدرجه الثانيه، فان شاء الله يعني احنا شغالين عليه من امبارح برده من اوضه اللبس، ان هو او من قبل اوضه اللبس كمان من ساعه ما خد الكدمه وهو في الملعب، لان هو يبقى ان شاء الله جاهز يعني، ربنا يسهل ان شاء الله. هنعمل له تيست كده النهارده بالليل وهنشوف ان شاء الله يعني نسبه مشاركته في اللقاء دي، عايزين نطمن الناس. لا ان شاء الله ان شاء الله، يعني هو كل الرجاله ان شاء الله جاهزه ان شاء الله ان شاء الله. يحيى خالد في لقاء السويد ايضا اعتقد كان اشتكى في اثناء اللقاء وشارك في لقاء بيلاروسيا مده طويله، الدنيا تمام مفيش شكوى من اي حاجه؟ الحمد لله الحمد لله. بص هو يحيى خالد كان راجع، كان عنده كوفيد يعني من تقريبا من 20 يوم، ورجع على الفاينل فور على طول في اوروبا، لعب ماتشين جامدين جدا، وبعدين رجع علينا، فطبعا ده طبيعي ان يبقى هو ممكن يحصل شد او كده نتيجه الحمل اللي متعرض له في الوقت ده، فالمهم ان هو ان شاء الله يعني نفضل على طول لامين الدنيا يعني، ان شاء الله يعني ما يحصلش حاجه، ما تضعفش الاصابه بتاعته او حاجه ان شاء الله. دايما لما بتابع تمرين المنتخب بيكون كله شغل فني، قليل قوي ما بلاقي شغل بدني، هل خلال البطوله صعب انك تعمل تاهيل بدني او يكون في شغل بدني اكتر من الفني، ولا الامور بتمشي ازاي، بتنظموها ازاي؟ بص على حسب مكاننا في البطوله، يعني او قبل البطوله كنا يعني في حمل بدني عالي، اما بندخل البطوله الحمل البدني بيقل شويه عشان بقى في حمل ماتشات. في البطولة نفسها ممكن نبقى عاملين حاجة احنا مش عاملينها في الملعب، يعني ممكن نبقى عاملين مثلا تمرين الصبح في الجيم وفي الاوتيل، ده تمرين بدني بيور، وبعد كده بننزل نعمل حاجاتنا في الملعب، لان التمرين بيبقى وقته قليل جدا، فبنحتاج ان احنا نعمل فني جدا عشان نشتغل على الفرقة اللي احنا هنقابلها في اليوم التاني. وفي حاجات كمان احنا عندنا في الهاندبول ممكن نخلي شغل البدني في الفني،
يعني بحيث ان هو ممكن يجري اللعيبه، فهو بيدي اكسرسايز في وسط الهاندبول. فاحنا مختلفين وعلى حسب سير البطوله بنحاول نحط الجزء البدني في خلال سير البطوله. كل التواصل ما بينك وما بين باروندو بيكون ازاي؟ يعني ممكن يجي يسالك اللاعب الفلاني مثلا يلعب قد ايه النهارده، انت تدي له نصيحه طبيه ان اللعيب ده ما ينفعش مثلا يلعب اكتر من نص ساعه، يلعب اكتر من مده زمنيه معينه، الامور ما بينكم بتمشي ازاي؟ طبعا احنا 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 على طول مع بعض، بنتقابل يوميا، بنتكلم يعني بالنظره بنفهم بعض الحقيقه. يعني حتى على الدكه لما بيكون في لعيب احنا حاسين ان هو في شكوى او كده، انا بكلم باروندو على طول، باروندو بيسحبه، بنطلعه، بنفحصه، بننزله تاني، او لو هو خلاص مش هيقدر يكمل فخلاص احنا ده لا ده كفايه عليه عشان يقدر يلعب الماتش اللي بعديه. بعد الماتش بنتكلم اللعيبه كلها جاهزه، في حد عنده حاجه بناكد عليها يوم الماتش الصبح. يعني احنا على تواصل دايم، يعني حتى لو مش لقاءات اوفيشال احنا قاعدين مع بعض بنتكلم، لا احنا يعني علاقه ما بيننا يعني اكتر من علاقه مدرب ودكتور. يعني في التوقيت الصعب اللي احنا فيه ده اكيد بتاخدوا اجراءات احترازيه قويه جدا، اللعيبه بتعمل عدد كبير من المساحات، كلمنا عن الامور دي شويه، ناس حابه برضو تطمن وتعرف المنتخب بيعمل ايه. اعتقد انتوا في البابل من قبل كمان انطلاق البطوله. احنا في سيمي بابل من قبل انطلاق البطوله، يعني احنا كنا بدانا ان احنا نعمل اجراءات احترازيه عنيفه جدا، بس من يعني مش بنفس البروتوكول اللي معمول في كاس عالم. بعد كده قبل البطوله على طول بدانا ان احنا اجراءات احترازيه مماثله تماما لكاس عالم. بعد كده واحنا في البطوله اجراءات احترازيه، يعني هي اجراءات كاس عالم بلس ان هي زادت كمان في خلال البطوله. يعني مثلا احنا بنعمل مساحات كل 24 ساعه دلوقتي، نخلص بنرجع مثلا تمرين بالليل نعمل مسحه، نخلص الماتش نيجي نعمل مسحه. قبل البطوله كنا بنعمل كل 48 ساعه، قبلها بفتره كنا بنعمل كل 72 ساعه، فدلوقتي خلاص كل 24 ساعه مساحات لكل الفريق والجهاز المعاون. وزاره الصحه الحقيقه باذله معانا مجهود جامد جدا، قطاع الطب الوقائي يعني موجودين معانا في المطعم، في المسحه، في الملعب، في كل حته. يعني الحقيقه يعني بوجه لهم الشكر جدا ان هم المجهود الرائع اللي هم قايمين بيه. شكرا يا فندم، ويعني كان الله في العون، وان شاء الله نطمن على كل لعيبه المنتخب ونكمل ابعد نقطه ممكنه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا، ميرسي يا حبيبي، شكرا. إذن ده كان لقاءنا مع طبيب منتخبنا الوطني دكتور محمد شوقي، وأكيد العودة لك يا غانم مرة تانية، تفضل. كل الشكر للزميل العزيز المتألق الزميل العزيز أيمن مصطفى، شفنا حواره مع الدكتور محمد شوقي، اتكلم بشكل كبير باستفاضة عن وجهات النظر الفنية للمدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا، والأهم إن هو طمنا على اثنين من نجوم منتخبنا الوطني سواء أحمد الأحمر أو يحيى خالد. هنطلع لفاصل، بعد الفاصل مكملين مع حضراتكم، فابقوا دائما معنا على شاشات أون تايم سبورتس. بجد التعب حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي قنوات اون تايم سبورتس، في طبعا هنكمل مع حضراتكم هاندبول نيوز. لو هنبص على السوشيال ميديا والصحف العالميه مركزه بشكل كبير جدا على النسخه رقم 27 اللي بتستضيفها مصر، نسخه كاس العالم لكره اليد. هذه النسخه اللي فيها ردود افعال كبيره جدا على فوز المنتخبات اللي بتلعب فيها. امبارح فوز منتخبنا الوطني على روسيا، شفنا محمد عصام الطيار الحارس المتالق اللي كان صاحب فضل كبير جدا في الفوز بتصدياته الرائعه. تألقه دفع حمادة الروبي واحد من أساطير حراسة المرمى المصرية ونجم منتخب مصر السابق إن هو يشيد بأداء الطيار، وكتب على صفحته في تويتر وقال عصام الطيار زي ما قلت ياخد فرصة وهنشوف حارس بمستوى هايل، خير سند لحراسة المرمى مع هنداوي، أتمنى لهما التوفيق في القادم بإذن الله. من أخبارنا أيضا حرص الفنان نبيل الحلفاوي على تهنئة منتخب مصر لكرة اليد على تويتر، وكتب قال مبروك لأبطالنا الفوز، طبعا فوز مهم على روسيا اللي كانت قد صعدت للمجموعة متقدمة علينا حيث كان في حوزتها 3 نقاط، بينما صعدت مصر بنقطتين، تحية للرجال وبخاصة الأحمر والطيار، كل أدى مباراة رائعة، مطلوب الفوز على سلوفينيا وبيلاروسيا حتى نضمن الصعود مع السويد غالبا بغض النظر عن نتائج الآخرين. كمان احتفل عدد مهم من اللاعبين على صفحاتهم الشخصية على السوشيال ميديا بالاحتفال بالفوز على روسيا، محمد ممدوح هاشم واحد من وحوش الدايرة كتب وقال على تويتر الحمد لله. كمان أيضا محمد سند واحد من أبرز لاعبينا المحترفين، الوينج رايت المهم بتاعنا، واحد من نجوم منتخبنا الوطني المصري واللي حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة السويد الماضية، نشر صورة ليه من مباراة روسيا بعد الفوز وكتب القادم بيلاروسيا.
ايضا كان في ردود افعال كبيره من الصحف الروسيه على نتيجه مباراه امبارح. ابرزت صحيفه راشن سبورتس هزيمه المنتخب الروسي امام منتخب مصر، حيث اكدت ان الفريق الروسي لم يتمكن من مجاراه مصر. واضافت الصحيفه ان هجوم المنتخب الروسي واجه تالق من حارس المرمى المصري الطيار اللي تصدى للعديد من الكرات، وافقد المنتخب الروسي فرصه تحقيق اي نتيجه ايجابيه. واكدت ايضا الصحيفه ان فرص المنتخب الروسي في البطوله ما زالت قائمه للوصول لربع النهائي، وده اكيد بعد الفوز على مقدونيا والسويد، مؤكدين ان تحقيق الفوز على هذا الثنائي لن يكون سهلا بكل المقاييس. مكملين ايضا في رصد ردود افعال الصحف العالميه، صحيفه سبوتنيك الروسيه ابرزت خساره المنتخب الروسي امام مصر، واللي وصفته ان هو جاء بعد تفوق اكثر من لاعب مصري على راسهم نجم منتخبنا الوطني المصري احمد الاحمر، واللي حصل على جائزه افضل لاعب في المباراه بتسجيله 7 اهداف. واضافت الصحيفه ان المنتخب الروسي تعرض لهزيمته الاولى في البطوله بعد ما قدر يحقق الفوز في مباراتين ويتعادل في مباراه في الدور الاول، الا ان هو واجه صعوبه كبيره بالفوز على مصر، ولكن يتبقى له مباراتين، المباراة الأولى أمام السويد والمباراة الثانية أمام مقدونيا، وبكل تأكيد محتاج إن هو يفوز فيهم عشان يواصل مشوار إن هو يكمل للدور المقبل. أيضا تعادل مفاجئ للمنتخب السويدي أمام بيلاروسيا أمس بنتيجة 26-26، هكذا تحدثت صحيفة أفتون بلاديت السويدية عن مباراة المنتخب السويدي أمام منتخب بيلاروسيا. وأضافت الصحيفة أن بيلاروسيا كانت هي الأكثر تفوقاً في الشوط الأول والذي انتهى بنتيجة 15-11 بفارق 4 أهداف، إلا أن الشوط الثاني زي ما حضراتكم شفتوا السويد رجعت وقدمت أداء رائع، وكان التقدم للسويد في المباراة المرة الأولى في الدقيقة 51، والأمر فضل كده لحد النتيجة في الآخر قبل 50 ثانية، إلا أن المنتخب السويدي أهدر عدد من الفرص كانت كفيلة أن هو يعزز النتيجة، ولكن حضراتكم شفتوا أن في الآخر الإهدار في الهجمات كان في هجمة معاكسة تمكن من خلالها المنتخب البيلاروسي إن هو يحقق التعادل اللي كان مفاجأة بشكل كبير جدا. نروح لمباراة منتخب الجزائر اللي امبارح خسر أمام فرنسا بنتيجة 29-26، ولكن صحيفة النهار الجزائرية أكدت وأبرزت نتيجة المباراة وعنوانت الخضر يحرجون فرنسا وينهزمون بصعوبة بالغة. أضافت الصحيفة الجزائرية أن منتخب الجزائر قدر يقدم مستوى مميز وكان ند قوي للعملاق الفرنسي في المباراة، واللي بيعتبر واحد من أكثر الفرق تتويجا بالبطولة. أيضا شفتوا حضراتكم كان في أيضا مباراة مثيرة ما بين المنتخب النرويجي أحد أطراف المباراة النهائية في نسخة 2019 أمام الدنمارك، ومنتخب البرتغال واحد من المنتخبات القوية، وفي النهاية انتهت المباراة بتفوق المنتخب النرويجي 29-28. ايضا الصحف النرويجيه علقت على المباراه وقالت ان الثواني الاخيره ابقت على حلم المنتخب النرويجي في التاهل للدور المقبل بعد مباراه عصيبه، واللي انتهى شوطها الاول بنتيجه 16-14، ولكن في الشوط الثاني كان المنتخب البرتغالي اكثر قوه، ولكن الثواني الاخيره منحت الفريق طوق النجاه وتحقيق الفوز في الثواني الاخيره ليضمن الفريق حظوظه في التاهل ورفع رصيده كده للنقطة الرابعة، مرتقي للمركز الثالث في ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد البرتغال عند 4 نقاط أيضا، لكن في المركز الثاني بفارق الأهداف عن النرويج. زي ما حضراتكم شفتوا كده، دي كانت أبرز الجولات في السوشيال ميديا والصحف العالمية اللي بتتابع بشكل كبير جدا بطولة العالم المقامة في مصر في نسختها رقم 27. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم، فابقوا دائما معنا. بجد طيب حضراتكم، امبارح زي ما حضراتكم شفتوا كان في مباراة في كأس الرئيس، المباراة جمعت تشيلي وكوريا الجنوبية وانتهت بتفوق المنتخب التشيلي بنتيجة 44-33. كالعادة كان لينا بعض اللقاءات مع بعد انتهاء هذا اللقاء، تعالوا نشوف تصريحات أروين فوتشمان لاعب منتخب تشيلي ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعني طبعا برحب بيه وبقول مبروك على حصوله على مان اوف ذا ماتش، وأيضا شايف النهاردة فوزه ازاي على منتخب كوريا. Primero felicidades por ganar y por ganar el jugador más valioso. ¿Cómo ves el partido de hoy? Lo veo muy bien, estuvimos muy concentrados, muy contentos ya después de perder 3 veces. Ganar en un mundial para nosotros es importante y yo creo que nuestro nivel ha ido así en su vida y muy contento de ganar.
بيقول ان هو مبسوط وان هو لاعب كويس قوي النهارده، وان هم بعد 3 ماتشات خسروهم مبسوط ان هم كسبوا، وان هو الليفل بتاعهم بدا يزيد واحده واحده، وانه مبسوط جدا يعني. اكيد وجوده في مسابقه كاس الرئيس اكيد عندهم هدف وطموح ايضا للوصول والفوز بهذا اللقب، يعني كلمه عن طموحاتهم، هل هم عندهم استعداد لده ولا؟ ¿Cuáles son tus expectativas para el presidente, la Copa del Presidente? Ganarla. Nuestro objetivo es ganarla, ganar contra Austria, ganar contra Marruecos y ganar la final, que sería, yo creo, contra Túnez. بيقول ان هو عايزين يكسبوها البطوله بتاعه كاس الرئيس، وان هم يكسبوا المغرب والنرويج والنمسا، وان هم يكسبوا ان شاء الله. شايف ايه المنتخب الاصعب اللي هيواجهه في كاس الرئيس؟ ¿Cuál de los equipos sería el equipo difícil, la partida difícil? Austria, definitivamente. Austria y después yo creo que Túnez. الاول مع النمسا وبعد كده تونس، اصعب ماتشات. اخيرا عايز اعرف رايك في تنظيم البطوله والحدث. ¿Cuál es su opinión sobre la organización de este campeonato? Muy bien, sobre todo las redes sociales, social media, increíble. Y la verdad que la gente muy cariñosa. هو بيقول ان هو مبسوط قوي من تنظيمها، والسوشيال ميديا كانت عامله اداء يعني جامد قوي فيها، وانه كمان الناس هنا جميل قوي، وهو مبسوط بقى من الناس اللي كل الشكر للزميل العزيز خالد رزق. ايضا كان في مباراه سلوفينيا ومقدونيا، واحده من المباريات المهمه، ولكن كانت من جانب واحد، وفاز فيها منتخب سلوفينيا على منتخب مقدونيا بنتيجه كبيره، كانت 31-21. تعالوا نشوف ايضا تصريحات لوبومير فرانجس مدرب منتخب سلوفينيا بعد المباراه. مرحبا بك على قناة اون سبورت، ومرحبا بك في القاهرة، اعلم انك كنت في الاسكندرية. بداية جيدة ايضا بالحصول على نقطتين وامام فريق مسادونيا. اعتقد اننا ادينا مباراة رائعة وبدأنا ربما بشكل بطيء، ولكن تحسن مستوى الفريق، واذا نظرت على 60 دقيقة انا راضي تماما بالنقطتين التي حصلت عليهم اليوم. كيف ترى بعض الصدام مع الفريق المصري والمقابلة؟ اعتقد انهم ادوا مباراة جيدة ويلعبون بطريقة متميزة، وبالتالي يجب ان نلعب مع السويد اولا، وشاهدت المنتخب المصري يؤدون بشكل جيد. هل تعتقد من الأفضل أن تأهل لهذه المجموعة بعد الفوز على مسادونيا والقتال مع الفريق السويد؟ إلى الآن روسيا والسويد هم على قمة المجموعة متقدمين عن فريقي، وبالتالي بالفوز على السويد، ولكن مع فوز الروس يعطيهم أيضا أفضلية، ولكن بنقطتين أقل علينا أن نقاتل من أجل الحصول على النقاط. ايضا كل الشكر للزميل العزيز ايمن مصطفى. ايضا كان في مباراه امس ما بين فرنسا والجزائر، شهدت تفوق المنتخب الفرنسي اللي فاز بنتيجه 29-26 في مباراه كانت قويه، وكان المنتخب الجزائري ند قوي الحقيقه للمنتخب الفرنسي، واحد ايضا من المنتخبات القويه في هذه المجموعه. كان لينا لقاء مع مسعود بركوس اللي كان ليه بعض التصريحات بعد مباراه امس، تعالوا نشوفها ونرجع نكمل لحضراتكم. منتخب الجزائر يمكن ما فازش، ولكن فاز باحترام الجميع، كان ند قوي جدا لمنتخب فرنسا واحرج منتخب فرنسا بشكل كبير جدا، وكنتوا قريبين من ان انتوا تحققوا انجاز النهارده. صح، من قيقتي للنهايه بتاع المباراه كنا متعادلين معاهم، كنا قادرين نفوز على المباراه. الحمد لله اكثر شيء انا فرحان وفرحانين بالاداء هذا، وخاصه من الظروف الصعبه اللي بدينا فيها البطوله، وين كان الاداء تاعنا كارثي. الحمد لله من مباراه لمباراه نقدموا اداء احسن يشرف نوعا ما كره اليد الجزائريه. ان شاء الله مباراه اليوم الجاي نزيد نحسن الاداء تاعنا، لاجل نفوز على احد المنتخبات لازم نلعب حتى الدقيقه الاخيره ونصلحوا الاخطاء، وان شاء الله نقادم خير ان شاء الله. شعور كبير بان انت تكون رجل المباراه في مباراه بطوله عالم امام منتخب فرنسا، بالتاكيد فخر. صح، فخر وفخر مشي لي، حتى اللاعبين اليوم ادينا مباراه في القمه، وهذه راجل مباراه لكل اللاعبين وكل الفريق. اللي قلت لك خاصة كان عندنا أطر كثير، خاصة مباراة الأولين ضد المغرب وإيسلندا. الحمد لله الفريق عاود رجع الروح تاعه والروح خاصة في اللعب، وهذا أهم شيء إن شاء الله. رسالة بقى للشعب المصري والمصر على هذا التنظيم، ورأيك إيه؟ ما عندي حتى رأي، رأيي هو مصر معروفة بالتنظيمات، وخاصة في مع جائحة كورونا، وين أخذوا نوعا ما زمام امور ونظموا الدوره في القمه لحد الان، ونتمنى لهم كل نجاح، ومش غريب على شعب مصر ولا حتى دوله مصر. رساله توجهها لشعب مصر؟ نقول لهم كنا
كنا حابين يكونوا في المدرجات يشجعونا خاصة جمهور الزمالك. إن شاء الله دورات القادمة إن شاء الله نعود نرجع لمصر ونلعبوا مدورات إفريقية ولا حتى عالمية إن شاء الله، ويكونوا هنا ويشجعونا ويقفوا ضد مع المنتخب الجزائري وحتى منتخب مصر إن شاء الله. طبعا طبعا كما نجي لمصر أنا مبسوط، خاصة ويلعب مع الزمالك ونعرف محبة الشعب المصري وخاصة للشعب الجزائري. كلهم كلهم احمر الدرع علي زين الحارس كاطونجا نعرف كل. ايضا كل الشكر للزميل العزيز احمد حازم، وباكيد من هنا من هاندبول نيوز بنتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربيه انها تظهر دايما بشكل جيد في هذه البطوله، وان شاء الله يكونوا يعني بيمثلوا بلادهم بالشكل اللائق. كل يوم في هاندبول نيوز بيكون عندنا فقره عن اسطوره في كره اليد سواء المصريه او العالميه. النهارده اسطورتنا نجم فرنسي كبير جدا، واحد من اللاعبين اللي لعبوا في مركز الدايره، وهو جاكسون ريتشاردسون نجم المنتخب الفرنسي. تعالوا سريعا مع بعض اقول لحضراتكم ابرز انجازاته اللي فاز فيها مرتين ببطوله العالم لكره اليد، ده كان في عام 95 وايضا في نسخه 2001، وايضا حصل على بطوله دوري ابطال اوروبا لكره اليد عام 2001. اما الانجازات الفرديه فحصل على افضل لاعب في بطوله العالم عام 90، وايضا حصل على افضل صانع العاب في بطوله امم اوروبا 2000، وايضا حصل على افضل لاعب اجنبي في الدوري الاسباني عام 2001، وافضل صانع العاب في الدوري الاسباني اعوام 2003 و2004 و2005. وزي ما حضراتكم شايفين انجازاته بشكل عام هي واحد من نجوم المنتخب الفرنسي. دي كانت فقرة الأسطورة النهاردة، كده ونكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من هاندبول نيوز. نشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة من هاندبول نيوز. نشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وابقوا دائما معنا على شاشات أون تايم سبورتس. بعد قليل هيكون في الاستوديو التحليلي، فابقوا دائما معنا.